الجهات جاهزة للانطلاقة. They all set for race number four. They're off and racing. انطلق الشوط الرابع لكاس هاوس مي من مسافة 1200 متر وبمشاركة سبع من الجيادة المستوردة ثير بريد وبانطلاقة فايتر بايلوت من يقود الشوط من البداية مع الفارس ستيفان لجاج. المركز الثاني ليل مع الفارس حسين مكي، بينما ثالثا يتواجد انستكتيف موف مع بول هانيغان. عسل في المركز الرابع، بينما لايت انجل في المركز الخامس. تشمغان ياتينا سادسا وراهي في المركز السابع. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع فايتر بايلوت بشعار سناد ريسينج. المركز الثاني هنالك انستكتيف موف مع بول هانيغان، بينما المركز الثالث انطلاقة المرشح الأول تشينغ مان مع الفارس ليام كينيري. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل مع فايتر بايلوت، والمحاولات قائمة أيضا من قبل انستكتيف موف مع الفارس بول هانيغان، وهناك أيضا محاولات من قبل تشينغ مان مع ليام كينيري، لكن فايتر بايلوت مع الفارس ستيفان لاجاج بشعار سناد ريسينج. والمحاولات ايضا قائمه من قبل انستكتيف موف مع بول هانيغان، لكن فايتر بايلوت يقترب من انتزاع الشوط الرابع لسباقنا لهذه الامسيه. اذا فايتر بايلوت هو بطل الشوط الرابع، انستكتيف موف في المركز الثاني، تشينغ مان في المركز الثالث، ويا ليل في المركز الرابع.